استنونا. عائلة الأهل هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة. شوف احنا بنينا العيلة دي على ايه؟ أول ثلاث كلمات تحت، أساسها التاريخ وأساسها المبادئ وأساسها التطوير، هي دي عيلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه ومش هنتنازل عنها أبدا. يمكن اللي أنا حابب أتكلم فيه النهاردة ملفات احنا اشتغلنا عليها وحاولنا على قدر المستطاع ان احنا نقدم حاجة تليق بعضو النادي الاهلي وبعائلة النادي الاهلي. الانشاءات يمكن دي كانت من اهم الملفات والتحديات اللي عندنا كقائمة وكمجلس ادارة. الحمد لله يمكن بدأنا قسمنا بلان لينا على الثلاث فروع المختلفة للنادي، سواء هنا في الجزيرة أو في مدينة نصر أو الشيخ زايد، وكمان يمكن التجمع إن شاء الله اللي قادم قريبا يعني هيبدأ في العمل. الجزيرة يمكن بدأنا هنا كان عندنا أكتر من حاجة، أولهم يمكن صالة الكاراتيه، كانت يمكن الناس كلها طبعا هنا عارفة كانت عبارة عن خيمة لصالة الكاراتيه اللي في النادي، ما كانتش لا تصلح إن هي تمثل النادي الأهلي. عملنا الحمد لله مبنى محترم جدا بيشيل 4 بوصات وليه منطقة جلوس أعضاء اللي هو طبعا بجوار التتش. المدرج الجديد اشتغلنا عليه بشكل فعال وبدأنا ان احنا نفعل البلان اللي كانت موجودة طبعا قبل كده، ان احنا ننقل الغرف الملابس للاعبين والجيم وكل التجهيزات الخاصة بالفريق الأول انها تنقل للمدرج الجديد. ويمكن ده الناس كتير تابعته وافتتحناه من فترة قريبة يعني من كام شهر، وكان طبعا الحمد لله التجهيزات كلها كانت على أعلى مستوى بالنسبة لغرف الملابس للاعبين والجيم وأجهزة الاستشفاء الحديثة اللي جت وغرفة اجتماعات للاعبين وطبعا غرف ومكاتب إدارية للمدير الفني والمدير الكرة برضو موجودة في نفس الدور. وطبعا في دورين تانيين لسه هنشتغل عليهم، حاليا شغالين على دور منهم اللي هو الدور التاني وده الخاص بالفرق الرياضية الأخرى زي كرة السلة وكرة الطائرة واليد، إن هيبدأ غرف ملابس بتاعتهم تنقل في الدور ده. ويمكن الدور الأول اللي هو فوق الأرضي على طول اللي تم فيه التجهيزات ده هيكون خاص برضو بلاعبي كرة القدم كاستراحة ليهم يعني. أما بالنسبة للأسوار والبوابات طبعا دي يمكن برضو كانت من ضمن الأفكار بتاعتنا وقت الانتخابات، إن احنا كنا بقيمة النادي الأهلي الكبيرة وبتاريخ النادي الأهلي اللي احنا دايما بنفتخر بيه إن احنا نجسده في مختلف المواقف والمناسبات، كان لازم علينا إن احنا نجسده بشكل ملحوظ وبشكل قوي ومرئي لكل أعضاء النادي أو حتى لأي حد متواجد في الاريا او في المنطقه اللي حوالين النادي. فده اللي نجحنا فيه عن طريق التصميمات اللي برضو يمكن حضراتكم تابعتوها وبدات تتفعل. مدينه نصر اتفتحت بشكل رسمي البوابات والنسر النادي الاهلي كالرمز اللي بنفتخر بيه، وطبعا الاسوار كلها برضو اتغيرت تماما بشكل حديث جدا وبشكل كمان مش بس الشكل المرئي اللي بنتكلم عليه، لا انها بشكل تسويقي ان هي تستغل في اعلانات تجيب دخل للنادي وهيكون دخل ان شاء الله محترم ان هي تبدا الفتره الجايه دي تم التسويق ليها بشكل كويس جدا. كمان صاله الجمباز الحمد لله يعني عملنا تجديد للاجهزه والفرش كامل للاجهزه الجديده الخاصه في صاله الجمباز، برده طبعا دي من الحاجات الهامه جدا وبتخش طبعا دي يعني زي صاله الكاراتيه بيخشوا في الجزئيه الخاصه سواء بالناحيه الانشائيه او الناحيه الرياضيه، لان انت دلوقتي بتخدم على حاجتين يعني انت بتطور من منشاتك الرياضيه او من الصالات الرياضيه اللي موجوده جوه النادي، فدي حاجه احنا مركزين عليها جدا في كل فروع النادي. بالنسبه طبعا لفرع مدينه نصر كان عندنا تركيز قوي وبلان واضح من البدايه خالص من قبل دخولنا الانتخابات، والحمد لله يعني نجحنا في تحقيق الكثير منه ولسه كمان في ان شاء الله حاجات هتكون تصور الاعضاء الفتره القادمه. يمكن كان طبعا اولهم موضوع منطقه المطاعم، الحمد لله دي اشتغلنا عليها بشكل قوي. منطقه طبعا مساحتها حوالي 6500 متر مربع
وبتشيل 12 منفذ او 12 مطعم مختلفين. وبرضو كان في فكر عندنا ان احنا نبقى في شاشه كبيره عملاقه تخدم المنطقه دي، لان ده اولا الهدف الاول ان هو يخدم الاعضاء ويكون مكان جيد ومكان مميز الناس تكون بتقعد فيه في النادي وتفرج على مباريات او خلافه، وفي نفس الوقت بيرفع من القيمه التسويقيه للمنافذ والمطاعم الموجوده، لانه وجود الشاشه ده بيخلي القيمه اعلى الايجاريه اللي احنا بنأجر بيها للمطاعم عن عدم وجودها. فده برضو كان شيء بالنسبه لنا مهم جدا. اما بالنسبه طبعا للمنطقه الترفيهيه برضو الحمد لله تم افتتاحها من فتره قريبه جدا، وبتحتوي على حمام سباحه للكبار وحمام سباحه للاطفال واثنين حمامات امواج. يمكن دي كانت فكرتها جديده شويه، ويعني برضو بتستخدم لقطاع كبير من الاعضاء. وطبعا كل حاجه بنتكلم عليها انشائيه بتكون موجوده بخدماتها، سواء منطقه المطاعم اللي اتكلمنا عليها او منطقه المنطقه الترفيهيه، طبعا بيكون خدماتها موجوده بالحمامات بتاعتها. وبنحاول ان احنا على قدر المستطاع ان يكون في اماكن مختلفه وقطاعات مختلفه في النادي عشان العدد الكبير للاعضاء يتوزع على اماكن مختلفه، وفي نفس الوقت برضو يكون بيشد الأسر والأطفال اللي يكونوا متواجدين في النادي. وإن شاء الله الأمور مش هتتوقف عند كده برضو في مدينة نصر، ومش هتتوقف عند كده في الجزيرة، لسه في مخططات أخرى زي ما قلنا في البرنامج بتاعنا الانتخابي. بنستهدف يكون في جراج في مدينة نصر تحت الأرض، بنستهدف يكون في مجمع سكواش، يكون في صالة جمباز، ده لسه ما بدأناش فيه، لسه نشتغل فيه إن شاء الله. لكن احنا بنعمل كمجلس كلنا كل ما في وسعنا لخدمة أعضاء النادي، وده طبعا يخلينا برضو ان احنا نروح لنقطة مهمة لكل العاملين بالنادي الأهلي، سواء من إدارة تنفيذية، من موظفين، من عاملين. ونخص بالذكر في الأمور اللي احنا بنتكلم فيها طبعا مستشار هندسي للنادي الأهلي مهندس سامح علي كامل، هو وكل المجموعة اللي معاه عاملين الحقيقة شغل هايل، كل المهندسين اللي معاه والعاملين اكتر من رائع، ما بيشتغلوا كل يوم بشكل قوي جدا لخدمه النادي، والحمد لله عاملين ناتج مميز يعني. اما بالنسبه للشيخ زايد فيمكن دي هنبدا ان شاء الله، كان في قبل كده بعض المشاكل في الاستخراج بقى لموافقات وتراخيص ان احنا نبدا في المرحله الثانيه، والحمد لله دي تجاوزناها خلاص، ودلوقتي بنبدا خلاص جاري العمل في الشيخ زايد. هيكون في مجمع سكواش على مساحة 750 متر، هيكون في صالة كاراتيه وصالة جمباز كل واحدة على مساحة 500 متر مربع. طبعا الثلاث صالات هيكونوا فيهم بدروم وأرضي وأول. البدروم هيكون فيه جيم وغرف خلع ملابس للاعبين، والدور الأرضي والأول هيكون فيه صالات اللعبة الخاصة بكل لعبة رياضية منهم. وفي نفس الوقت إن شاء الله برضو هيكون فيه مبنى اجتماعي ومسجد، دول جاري استخراج الترخيص ليهم، هيكون برضو في نفس المرحلة إن شاء الله خلال عام ونصف أو عامين الكلام ده كله هيكون خلصان. زي ما مهم إن احنا نستثمر في البنية التحتية وفي الإنشاءات، مهم إن احنا نستثمر في شبابنا، ومهم إن احنا نستثمر في النواحي التعليمية كمان. فده يمكن اللي كان بيقودنا إن احنا في الوقت الانتخابات برضو إن احنا نفكر في فكر مختلف، تفعيل بقى دور اللجان في النادي الأهلي إزاي يكون في مختلف القطاعات. زي ما قلنا عائلة الأهلي، فاحنا عندنا الحمد لله اللجان في مختلف الأمور، سواء المرأة سواء الطفل سواء الشباب. ويمكن كان عندنا فكر الموضوع الشباب ان احنا ازاي نفعله بشكل قوي، وازاي نستغل الطاقة القوية اللي موجودة في آلاف الأعضاء في النادي وآلاف الشباب الموجودين في النادي، ازاي نجذبهم تاني انهم يجوا النادي. فالحمد لله فعلنا دور اللجنة دي بشكل قوي، حطينا أسس واضحة من البداية للجنة دي، ومعايير للاختيار الناس اللي تكون موجودة وتخدم النادي الأهلي، وفي نفس الوقت رؤية. وطبعا يمكن ده تجسد بشكل ملحوظ وبشكل على أرض الواقع من خلال البطولات الرياضية اللي استضافها النادي. يمكن ده على سبيل المثال من الأفكار اللي كانت عندنا، إن احنا بدل ما النادي بيستعين بشركات برة ومتطوعين بيجوا يكونوا هم اللي موجودين في البطولات الرياضية اللي بيستضيفها النادي الأهلي،
وده طبعا بيكون ليه عبء مالي كبير على النادي، وفي نفس الوقت بيجي ناس تشتغل ما بيكونش من قلبها زي اولاد النادي يعني. ففكرنا ان احنا لا، الشباب اللي في النادي يبقى منها ان هم نستقطب الناس انها تبدا تيجي النادي تاني وتبدا تحب انها تيجي النادي تاني. هم هيخدموا النادي وكواجهه، مفيش احسن منهم كواجهه للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت هيخدموا النادي من قلبهم، وفي نفس الوقت هيبقى تاهيل ليهم ككوادر شبابيه واداريه في المستقبل. وكمان كنت الا او هنكون قلينا في التكلفه بتاعه الشركات اللي بنستعين بيها من بره طبعا، فبتبقى اعباء اضافيه على النادي احنا في غنى عنها، وده اتجسد وتنفذ فعلا ونجحنا فيه من خلال بطولات الطايره واليد اللي نظمت العام الماضي، وكان بيرؤسها زميلي محمد دماطي ومحمد الجرحي، ومن خلال بطوله طاي الطايره اللي كانوا موجودين السنه دي وكانوا تحت رئاسه طبعا زميلي دكتور مهند ورئاستي. فالحمد لله قدرنا ان احنا نجحنا في الجزئيه دي الخاصه بالشباب، وفي نفس الوقت هم برضو اضافوا حاجات كتيره جدا في الرؤيه اللي احنا كنا حاطينها الخاصه بالرؤيه التعليميه، وقدروا الحقيقه يعني، وده مجهود يحسب ليهم، وهم ده بيشتغلوه يعني، بيروحوا بيقابلوا ناس كبيره في هيئات ووزارات وبيجيبوا افكار لوحدهم وبينفذوها وبيشتغلوا بشكل كويس جدا. والحمد لله يمكن نجحوا ان هم يعملوا او يجيبوا يعني البروتوكول البنك المعرفه مع وزاره التربيه والتعليم، وكلنا شفنا دكتور طارق شوقي طبعا وزير التعليم في النادي، والبروتوكول كان بيتمضي مع الكابتن، ده كان من خلال لجنه الشباب. قدروا برضو ان هم يعملوا بروتوكول مع شركه شغلني طبعا، لان يكون مجال وفرصه لشباب النادي واعضاء النادي كل يوم فرص عمل عن طريق التطبيق ده. فالحمد لله يعني يمكن الموضوع مش نجاح في الناحيه الرياضيه بس، لا في الرياضيه والتعليميه، وبرضو دي احنا مهتمين بيها بجانب الشباب، ان احنا قدرنا برضو ان احنا كنا عاملين بروتوكول مع احدى الجامعات اللي هي جامعه اسلاسكا الفرنسيه، ده عملنا معاه بروتوكول وكانت راعي لبطوله الطايره سيدات، وقدرنا من البروتوكول اللي بنعمله ان نوفر ورش عمل من خلال الجامعه دي. الجامعه متخصصه في كورسات خاصه بالاداره الرياضيه والتسويق الرياضي، وبتدي طبعا ماجستير ودبلومه في الشؤون الخاصه بالاداره الرياضيه. عملنا معهم بروتوكول ان هم يدوا ورش عمل للفرق النادي الرياضيه المختلفه، سواء اللاعبين المدربين سواء حتى غير الفرق الرياضيه موظفي النادي، ان احنا نقدر نأهل ونزيد الناحيه العلميه والتثقيفيه لدى شبابنا وموظفين النادي وعاملين النادي والفرق الرياضيه. وفعلا عملنا قبل كده معهم ورش عمل كانت لفرق الطايره واليد، والحمد لله لقيت قبول كبير يعني وجيد جدا من اللاعبات واللاعبين، وان شاء الله هنستمر فيها اكتر من كده. عائله الاهلي هي دي العيله، كل انواع الاسره. شوف احنا بنينا العيله دي على ايه. اول ثلاث كلمات تحت، اساسها التاريخ واساسها المبادئ واساسها التطوير. هي دي عائله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه، ومش هنتنازل عنها ابدا.